كابتن عبد الله عبد السلام، اهلا بيك في 7 دي سبورت، اسطوره النادي الاهلي وكابتن فريق كره الطايره بالنادي الاهلي. حبيبي عبد، ربنا يخليك يا حبيبي ويبارك فيك، ويعني انت اخ وعزيز وغالي على الواحد، يعني ربنا يديم معروف يا حبيبي ومحبه بينا يا رب. مبروك الموسم اللي هو انت كررته كتير في النادي الاهلي، لكن الموسم ده بالنسبه لك انت وعدت اول الموسم ان انت هتاخد كل حاجه، قول لي الموسم ده بيمثل لك ايه؟ والله طبعا اول الحمد لله رب العالمين على كل شيء، طبعا ده نعمه وفضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني بالنسبه لي انا والناس الكبيره كانت موجوده جوه النادي الاهلي، يحصل اخفاق في ناتين دوري وكاس ورا بعض مش متعودين عليها، يعني حاجه غريبه علينا وعلى جمهورنا، وبالاخص على لعبه الكره الطايره في النادي الاهلي، يعني الحمد لله لعبت بطولات وبتفرح جماهيرنا على طول. فطبعا اخفاق سنتين جينا في الموسم دوت، يعني قلنا قعدنا مع بعض كتير انا واللعيبه الكبيره والشباب طبعا الموجودين والجهاز الفني، خلاص يعني ما فيش مجال للدوري، لازم او شكل لازم يرجع تاني هو والكاس اللي غايبين الدوري بقاله سنتين والكاس 3 سنين. اتكلمنا كتير، حفزنا بعض، كنا على قلب راجل واحد. طبعا اول حاجه ودي كانت اهم حاجه موجوده، يعني حب الخير للغير كانت موجوده بشكل محترم جدا، يعني حتى الناس كانوا الجماهير او اصحابنا كانوا بيشوفونا، بيشوفوا الفرقه اللي جوه زي اللي بره، الفرقه بتأدي بشكل بنفس الشكل ما بيحتاجش اي تغيير، فبقولهم عشان ده الحب والتآلف الموجود جوه النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده الكيان الكبير، هي دي الروح اللي كانت مطلوبه عشان ارجع بيها ونحقق بيها الرباعيات على السنه دي. طيب لقطه وانت بتستلم الكاس واصريت على تواجد عبو معاك، وعلى انت اصرارك في حاجه زي دي يعني متكرر، لكن قول لي اللقطه دي انت صنعتها ازاي في شاشه التلفزيون وعلى مراسم التتويج؟ والله طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني عبو وحسام من الناس الكبيره اللي كانت موجوده معانا الموسم دوت، وشالوا عبء كبير جدا معانا، دي كانت اقل حاجه اقدر انا اعملها لهم واقدر يعني افرحهم بيها. طبعا هم نجوم كبار، لعيبه كبيره، والله يعني هو الموضوع كمان يعني كان وقتي او في وقتها يعني ما كنتش مقرر خالص بيه. اللقطه باينه انها عفويه جدا يعني. طبعا فيعني احنا الحمد لله رب العالمين الحب بيننا بي يعني ده بيبين الحب بيننا اللي موجود جوه الفرقه والناس الكبيره على قلب رجل واحد، هي والشباب الصغيرين الموجودين، بس فهي جت كده، فطبعا ينتهوا كلهم كل خير يعني. طيب الموسم اللي فات مع وجود مدرب جديد ووجود اساطير مع المدرب ومدرب ناجح، طبعا المدرب السابق كابتن ميدو مصلحي واحد حقق نجاحات وخد كل البطولات اللي ممكنه، يمكن الدروب اللي في الاخر ده كان شيء طبيعي جدا، لكن ان انت تنقل بقى النقله بتاعه اللعيبه الكبار الموجوده مع اللعيبه اللي طالعه من قطاع الناشئين واللعيبه اللي جايه من بره مع مدرب جديد، كان دور كابتن الفرقه مهم جدا فيه اكيد. طبعا الاول كابتن ميدو طبعا يعني اخ بالنسبه لي انا واللعيبه الكبيره، انا واحمد صلاح وحسام وعبو، طبعا دي كل التقدير والاحترام، طبعا تاريخ كبير كلاعب ومدرب ومدير فني جوه النادي الاهلي. طبعا تغيير بيحصل اول مره، يعني بالنسبه لي انا برضو انا واحمد صلاح والناس الكبيره اللي يجي جهاز فني جديد واجنبي كمان مدرب مدير فني اجنبي، دي اول مره تحصل في تاريخ الكره الطايره جوه النادي الاهلي. طبعا تجربه يعني ممكن نقول هي مش سهله، عشان طبعا في شباب موجودين معاك، في ناس كتيره زي ما تقول لسه داخله على الفريق، في ناس اول مره تلعب معانا كبطوله افريقيا، بطوله الدوري، طبعا بنتكلم برضو في غياب سنتين دوري وكاس، فطبعا الموضوع ما كانش سهل، زي ما قلت لك احنا حفزنا الشباب اللي معانا بخبراتنا بالتعاون يعني ما شاء الله عليهم، بيسمعوا التعليمات بينفذوا اللي احنا بنقول عليه، استفادوا من كل خبراتنا اللي قالهم واحده واحده، بينفذوا كل التعليمات بشكل محترم جدا وبشكل مثالي، طبعا تعليمات الجهاز الفني برضو، المدير الفني طبعا اضاف بعض الحاجات بجهاز الفني برضو الشباب الموجودين، فيعني كانت زي بنقول كده يعني اندماج جديد مع خبراتنا مع خبرات الصغيرين، الحمد لله رب العالمين ادت بشكل كويس جدا. طيب من الحاجات المهمه داخل النادي الاهلي، احنا دايما جيل بيسلم جيل في كل المجالات جوه النادي يعني، لكن الحفاظ على ان يبقى مستوى اللاعب اللي بيكبر في السن، وانا اقصد هنا يعني اللعيبه اللي انت ذكرتهم، لكن انتوا المستوى ما شاء الله كانكم زي اللعيبه اللي لسه طالعه عادي في المستوى، وان انتوا تحافظوا على فكره الاداء بيكمل بعضه والاستمراريه بالشكل ده، هل الدور كمدير فني اجنبي جديد كان ليه دور في ده، ولا انتوا دي ثقافه عندكم في لعيبه الفولي اللي هي معظمها دلوقتي يعني بيستمر الفتره طويله حتى بره مصر كمان، يعني جوه الملاعب اللعيبه بتلعب لفوق ال 40 كمان؟ والله يا عبد زي ما انت قلت، يعني اول حاجه طبعا ده كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني
الحمد لله الواحد محافظ على نفسه. ثقافه العيب ده في الاول وفي الاخر طبعا ده حسب النشأة بتاعتك وحسب تربيتك، انت متربي فين، ابتديت فين. طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني طول حياتنا احنا متربيين من ولاد النادي الاهلي، فطبعا عندي دافع اللي هو انا عندي لازم اكون رقم واحد، اكسب كل البطولات، احقق كل البطولات، فلازم طبعا احافظ على نفسي، لازم ادي بشكل اللي الناس تعودت عليه دوت. فطبعا انت بتبتدي تشتغل على نفسك سواء جوه الملعب او بره الملعب، بتحاول تشتغل على نفسك عشان يبقى فيه الاستمراريه. والحمد لله رب العالمين، يعني ده كرم ربنا سبحانه وتعالى اللي سننا يعني الحمد لله رب العالمين رايحين لسن كبير، بس الحمد لله رب العالمين بنادي بالشكل المطلوب والشكل الناس يعني اكتر من الشكل المطلوب. الاداء اللي احنا بنشوفه منكم اكتر بكتير من المطلوب كمان يعني. والله دي حاجه كويسه طبعا، عشان يعني بعينكم الحلوه ديت، دي طبعا ده حافز لينا، وطبعا مع الكلام الايجابي اللي بنسمعه وبنشوفه، فطبعا ده بيخليك برضو تشتغل على نفسك اكتر عشان يعني تكون عند حسن الظن. فده طبعا رب كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، واتمنى ان شاء الله رب العالمين نكون يعني ماشيين بشكل كويس، وان شاء الله رب العالمين نفضل على كده باذن الله. طيب، تكريم مجلس اداره النادي الاهلي ليكم بشكل خاص، ورساله خاصه من الكابتن محمود الخطيب ليك انت تحديدا في التكريم ده. طبعا يعني دي حاجه معتاده من النادي الاهلي، دي حاجه من النادي الاهلي، البيت الكبير، الكيان الكبير اللي احنا متعودين عليه. طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر اعضاء مجلس الاداره المحترمين طبعا على التكريم اللي يليق بالنادي الاهلي واسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. طبعا يعني كابتن محمود اللي اتقابلنا معاه من 3 شهور جوه النادي، اتكلمنا، اتكلم معانا ايه الاخبار يا شباب واخباركم ايه، وعدنا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله ان احنا نحقق كل البطولات اللي هنخش فيها السنه دي، 4 بطولات، والمفروض عندنا 5 بطولات. طبعا احنا ما عندناش بطوله عربيه، وعدنا ان شاء الله رب العالمين ان احنا هنكون عند حسن الظن، نعوض الغياب الاخفاق اللي حصل لمده 2 سنين، والحمد لله رب العالمين يعني ربنا كرمنا وحققنا رباعيه السنه دي. فطبعا بشكرهم جدا، وبرضك عايز يعني رحمه الله عليه الوزير العام طبعا. طبعا طيب الذكر له. طبعا الفوز دوت يعني كنا نتمنى ان هو كان يكون موجود معانا، بس يا رب ربنا يرحمه ويجعل مستواه الجنه من الناس برضك اللي كانت موجوده وحابه الفرقه وحابه ترجع الفرقه تاني لمنصه التدريب. فطبعا رحمه الله عليه، ربنا يرحمه يا رب. ورحمه الله عليه. طيب الذكر طبعا معالي الوزير العام فاروق كان دايما متواجد كمان في العاب الصالات كلها مش الطايره بس، وكان ليه دور ايجابي دايما في العاب الصالات الحقيقه. طيب، كاس العالم للانديه والمشاركه اللي جايه دي يعني هيبقى البطوله 5، طموح لعيبه النادي الاهلي وكلام كابتن محمود الخطيب ليكم الخاص ببطوله كاس العالم للانديه هي ان شاء الله. يعني اللي انا شايفه وحاسه المشاركه دي مختلفة عن مشاركات الباقيين، أنا ممكن تكون دي المشاركة رقم 4 بالنسبة لي. ما شاء الله. شاركت مرة مع النادي الأهلي ومرة مع العرب القطري ومرة مع نادي الجيش، كانت آخر مشاركة للفرقة المصرية كانت 2014. اللي أنا حاسه إن شاء الله رب العالمين المشاركة بتاع كأس العالم للأندية ديت إن شاء الله رب العالمين يعني هيبقى النادي الأهلي هيظهر فيها بحاجة مختلفة وبحاجة تليق بالنادي الأهلي إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله ربنا يكرم كده نقدر نحقق ميدالية، مفيش حاجة بعيدة. المنافسة قوية طبعًا، وهنقابل فرقة محترمة، بس ان شاء الله ربنا احنا شفناه من كلام المجلس الاداره طبعا والكابتن محمود، ان شاء الله رب العالمين يبقى في حاجه محترمه كده واعداد محترم يليق باسم النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن. طيب، رسالتك ككابتن للفريق لجمهور النادي الاهلي، وطبعا انت داخل على سنه جديده بعد كاس العالم، مطلوب مننا 4 بطولات تاني يا كابتن على فكره يعني. طبعا جمهورنا طبعا يعني انا بقول لهم انتوا اعظم جمهور في الكون، انتوا رقم واحد، انتوا الدعم الاساسي، انتوا المحرك للفريق. بشكرهم جدا طبعا على المؤازره ليهم معانا، يعني زي ما هما بيهتفوا على الحلوه والمره معاه، هما فعلا على الحلوه والمره معانا. يعني زي ما بقول لك انا كنت بقابلهم في اخفاق السنتين اللي كانوا موجودين معانا فيهم، عندهم دعم قوي جدا وثقه ما لا نهايه لفريق كره الطايره بالنادي الاهلي. بشكرهم جدا، بنعيدهم زي ما حضرتك بتقول عبده، ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله الرباعيه السنه دي، يبقى في رباعيه السنه الجايه ان شاء الله رب العالمين باذن الله، ويا رب نكون عند حسن الظن باذن الله انا والرجاله كلهم والجهاز الفني، وبالاخص برضك انا بحب ابارك اللعيبه الرجاله الصغيرين الشباب اللي كان عندي يعني عند قد التحدي، عبد الرحمن الحسيني، احمد عزب، عصران سيف، مش عايز انسى حد من الرجاله اللي موجوده كلهم، يوسف الصافي كمان برضو من الناس اللي طلعت قوه. كتر خيركم، تعبتوا كتير وتعبتوا معانا كتير، تعبتوا معانا كتير، ويعني ان شاء الله رب العالمين يبقى اللي جاي احسن من اللي ان شاء الله في كل العاب باذن الله. بتحب انت تحتفل دايما بالكاس مع الجمهور، وبقى احتفال معتاد والناس بتستناه منك دايما وانتوا بتحتفلوا مع الجمهور، يعني بحس ان انت ناقص تنزل تخش المدرجات معاهم يا كابتن. طبعا انا يعني انا مشجع درجه ثالثه، انا بحب النادي الاهلي
يعني انا ابتديت في النادي الاهلي كوره، فانا على طول متعود اروح الاستاد اشجع كوره واشوف الجماهير واحتفل مع الجماهير. فطبعا انا بالنسبه لي هم يعني الحب الاول بالنسبه لي في النادي الاهلي، فانا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، بحب افرحهم، بحب اشوفهم مبسوطين، يعني بحب ماتشات الكوره، بحب اشوفهم هم خارجين فرحانين. فده يعني حب والله كبير للواحد يعني من وانا صغير لحد وقتنا هذا. ربنا يا رب يديم عليهم الفرحه يا رب، ويا رب تكون سنه جميله على النادي الاهلي ان شاء الله، ونحقق فيها كل البطولات باذن الله. باذن الله. يعني شكرا لاسطوره النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي ونجم الكره الطايره المصريه والعربيه والافريقيه كابتن عبد الله عبد السلام.